كل حاجة تهون إلا بلدنا. يعني مش هناكل؟ إحنا بناكل. مش هنشرب؟ إحنا بنشرب. كل حاجة ماشية. طب غالية أو بعضها مش متوفر؟ إيه يعني؟ إيه يعني؟ أقول لكم ربنا مدينا مثال حي لناس مش عارفين ندخل لها أكل. الإيه؟ الأكل الإيه؟ الأساسيات، شوية قمح أو شوية دقيق وشوية زيت عشان يعملوا لقمة عيش ياكلوها بقالنا 4 شهور. بالمناسبة غزة كنا بندخل لها قبل كده، مش يعني كان حجم الناقلات اللي بتخش لها كل يوم 600 شاحنة، 600 يوميا. احنا ما وصلناش في أعلى تقدير يمكن من يومين ثلاثة أكتر من 200-220 شاحنة. طب الناس دي عايشة إزاي؟ الناس دي عايشة إزاي؟ بالمناسبة أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأن اتقال كلام كتير على أن مصر هي السبب. لا لا، أنا هقول لكم كلمة صعبة قوي. أنا هروح من ربنا فين لو أنا السبب؟ لو أنا السبب في أن أنا ما أدخلش لقمة عيش لأقدر أدخلها لغزة، أروح من ربنا فين؟ لا والله، مصر أعبر رفح مفتوح على مدار الـ 24 ساعة في السبعة أيام في الثلاثين يوم. إنما الإجراءات اللي بتتم من الجانب الآخر من إسرائيل عشان نقدر ندخل الحاجة دون أن يتعرض لها أحد هي اللي بتأدي لكده. وده ده شكل من أشكال الضغط على القطاع وسكانه عشان موضوع الصراع اللي بينهم على موضوع إطلاق الرهائن. يعني هم بيستخدموا ده كوسيلة من وسائل الضغط على السكان. هذه الحكاية. طب أنا بقولها دلوقتي عشان أسجل إن إحنا في مصر لا يمكن، ولازم تكونوا متأكدين من ده وإنتوا قاعدين في بيتكم ومن غير أنا ما أقول، ولا يطلع بيان من هيئة الاستعلامات ولا من الخارجية ولا من الداخلية ولا المخابرات العامة. إحنا ما نعملش كده، إحنا ما بنعملش كده. مرة تانية، كل حاجة تهون وتفضل مصر، كل حاجة تهون وأمن وسلامة مصر. وعايز أقول لكم كل اللي مر ده واللي احنا بنعاني منه ده بفضل الله، بفضل الله، بفضل الله، وهو يسمع ويرى. هينتهي إن شاء الله.